قرض والبدايه وجبنا بها دفعه شوشاع نساعد فيها ما لقيناش، عايز نساعد فيها جوزي ما لقيناش شيء، لقيناش فيها خسرنا فيها وقعدت الفلوس علينا والله على رقبتنا، عم يطالبوا فينا على طول، عم يطيروا انه يطالبوا فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة جديدة من إحنا معك. شفنا أنعام، سمعنا شكوتها وشكوة زوجها، شفنا أطفالهم، شفنا بيتهم، شفنا منظر ما يرضيش حد. يا ترى أنعام أثرت فيكم؟ يا ترى الأسرة ديت تستحق إن إحنا نتحرك ونساعدها؟ ولا تبقى زي حزينة وزي صباح وزي بدرية وزي 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 اللي انا بعتب عليكم ان انتم ما تحركتوش بشكل يليق بأمة مصر، أمة محمد، يليق بالإنسان في كل مكان. انا بعتب على المصريين، جنودنا بيضحوا وبيحاربوا في كل جبهة، شرطة وجيش، بيضحوا بالغالي والنفيس، والإرهابيين وأعداء الدولة مركزين وبيجمعوا كل ما يستطيعوا جمعه من أجل هدم الدولة المصرية، وشعبها رافض يقف إلى جوار حكومته، رافض يقف إلى جوار الناس المحتاجة اللي هم منه هو شخصيا. الناس دي منكم، الناس دي محتاجاكم. ممكن نضرب المثل في مساعدة الناس، ممكن نتحرك ونزور أنعام ونهد بيتها بإيدينا ونبنيه ونقدمه للناس هدية، ونقول شعب مصر واقف جنب شعب مصر ومش هيسيبه. هي دي رسالتنا، رسالة احنا معاك. مشاهدي الكرام، الحلقة اللي فاتت كلمتكم على قافلة سيوة، كلمتكم على تكريم حفظة القرآن الكريم اللي انتوا رعتوهم، وختم معانا 121 طفل ختموا القرآن الكريم في شهرين. ادي الهدية الجميلة اللي نقدمها لشعب مصر. تعالوا بينا نروح محافظة مرسى مطروح، ونروح بالتحديد مدينة سيوة، نشوف القرى الفقيرة اللي فيها، ونشوف القافلة الكبيرة اللي انتوا عملتوها. يلا بينا نروح مع بعض ونرجع تاني. الشباب دول اللي مسافرين مع القافلة قدروا يسدوا احتياجات ناس كتير كانوا مستنيين مساعدتهم، وبالرغم من بعد الأماكن عليهم إلا أنهم قرروا يساعدوا عائلات كتير. احنا كده الحمد لله أنهينا الدعم المقدم لإخواننا في سيوة من المقدم من جمعيات البر والتقوى، والعربية إن شاء الله هتبدأ في التحرك بإذن الله. الدعم المقدم هو عبارة عن 8 بوتاجازات، 2 غسالة، 20 سرير بالمراتب بالملل بتوعهم، 250 بطانية، وفي كمان 250 شنطة غذائية مكونة من زيت وسكر ومكرونة ورز. دي مننا لأهالي سيوة، القافلة بتاعت يوم الأربعاء إن شاء الله، وإحنا سبقنا الفريق الاستكشافي هناك بيجهز كل حاجة عشان ما نروح نتلاقي كل حاجة تمام، ويسهل لنا كل حاجة إن شاء الله. المساعدات اللي قدمتها القافلة ما كانتش مجرد أكل وشرب، لكنهم حاولوا يشيلوا عبء المدارس عن أسر كتير ويفرحوهم. جت النهاردة الجمعية وزعت شنط للتلاميذ الغير قادرين، نأمل منهم أن يبقى ليهم نظرة عطف وحنان لأبناء سيوة لسوء الحالة الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد. كلمات الشكر اللي اتقالت على لسان الأسر دي كانت مجرد فرحة حسوا بيها بأفعال الخير اللي كتير منكم شاركوا فيها وقدروا يقدموها بأشكال مختلفة. بنقدم كل الشكر والتقدير للاحترام لجمعية البر في دمياط عشان الحاجات اللي جابوها مساعدة للفقراء واليتامى. نشكر بمجهودهم وبذلهم لهذه المدينة الواحة الخضراء في سيوة بما جاءوا به من هذا الخير للفقراء والمساكين والمحتاجين. ألف شكر على الحاجات اللي جبتها لنا هدية، وأشكركم ربنا يحفظكم ويرعاكم ويخيم عليكم يا رب وتعيشوا وتزورونا. لأول مرة بكل شفافية وكل صدق بيوزعوا بإخلاص،
ونشكرهم كلهم. نشكر جمعية البر والتقوى وتوزع بالأخلاص، والحمد لله تمت على خير وتوزع الأثام والغلابة. يشكر جمعية البر والتقوى على وقفتهم مع العرائس اللي هيتجوزوا قريب إن شاء الله. اعمل الخير وارمي البحر، مثل شعبي اتربينا عليه من زمن بعيد، بيأكد إن اللي بيعمل خير بيلاقيه وبيحصده. مشاهدينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، شفتم؟ وإحنا في سيوة مع الحاجة الجميلة اللي انتوا عملتوها ديت، زرنا المعهد الأزهري هناك، وكانت مفاجأة لينا إن الطلبة بتوع المعهد الأزهري واضح عليهم علامات الفقر، مش كلهم طبعًا، في فريق منهم واضح عليه علامات الفقر، لأن هم حافظين كتاب ربنا، مقبلين على التعليم. الشنطة بتاعتهم شنطة تعبانة جدًا، الزي بتاعهم تعبان جدًا. رحنا وزعنا، ناس فرحانة، كانت مفاجأة ليهم ان اول جامعات تدخل لهم المدرسة او المعهد. عملنا مشاريع تربية الدواجن، وزعنا على عدد كبير من الاسر الفقيرات الارامل بالتحديد او المطلقات، وزعنا عليهم كمية من المشاريع الدواجن باكلها. ناس كتيرة كانت مستغربة من كم المساعدات اللي جاي. من اعجب الحالات اللي شفناها هناك حالة أربع أرامل مع بعض، أربع أرامل بأولادهم وأمهم، ساكنين في أوضة واحدة، أوضة لا تسمن ولا تغني من جوع، أوضة تعبانة جدا، لا فيها حمام ولا فيها حاجة خالص. كان كل طلبهم المفروض يقولوا هدوا الأوضة وابنها لنا واعمل لنا حمام ومطبخ، لأن الناس طلبوا مشروع. بصراحة حرجونا. طب إيه المشروع اللي ممكن نعمله لكم؟ قالوا عايزين مكنة خياطة وفرن، عشان الفرن الغاز ده ان احنا نخبز للناس، ان احنا بالمكنة نخيط للناس ونعيش، مش عايزين اكتر من كده. فطبعا بعتنا على طول اشترينا لهم مكنة خياطة ان شاء الله توصلهم من اسكندرية، ودفعنا ثمنها وهم واقفين، وصاحب المحل اخذ الفلوس قدامهم، وفي نفس الوقت قلنا لهم هنهدي لكم البيت ان شاء الله قريبا. لكن بعد ما السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي اكيد هيتأثروا بقصة الاربع ارامل دولة، ويقولوا احنا هنبني البيت ده. مشهد كمان شفناه هناك في سيوة، مسجد قايل للسقوط، فجاي له قرار ازالة، لسه طبعا ما دخلش في الميزانية، فاصبحت المنطقة بالكامل ما فيهاش مسجد. فالناس لموا من بعض على شدة فقرهم، وبنوا مكان صغير كده على ان هم يصلوا فيه على ما المسجد يتهد. المطلوب ان احنا نشارك بالحديد بتاع الحتة ديت، عايزين 3 طن حديد عشان يصبهم المصلى الجديد على ما يبقى الاوقاف تقوم بهدم المسجد وبنائه. فهل من محسن ينقذ الناس فيصلون الجمعة وصلاة الجماعة في ذلك المكان؟ أحبابنا الكرام، ناس كتير طلبوا مشاريع، عرايس كتير زعلت ومشت لأن ما جالهاش. كل اللي قدرنا نساعدهم 10 عرايس فقط، لسه محتاجين على الأقل 50 عروسة، محتاجين الخمس بيوت يتهدوا بنهم، محتاجين همة المصريين يبقوا أقوياء في المحن ويقفوا جنب بعض، ويبقوا علشان يتصدوا لمخاطر الإرهاب ومخاطر الفساد والمفسدين، وتصبح مصر منارة كما كانت من قبل. مشاهدينا الكرام، نسيب سيوة ونسيب احتياجات سيوة، وبشكركم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويجعل دعوات الناس من نصيبكم. وتعالوا بينا نشوف تكريم حفظة كتاب الله اللي حفظوا في الصيف اللي فات من شهر 6 لشهر 8، شهرين فقط، 60 يوم ختموا كتاب ربنا عز وجل، حفظا تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. تعالوا بينا نشوف المجهود العظيم اللي بذل، والثمرة الجميلة للناس اللي هتلبس التيجان يوم القيامة، يوم ما الناس تبقى واقفة بين ايدين الملك حفاة عراة. دول هيكون لابسين تاج الكرامة وحلة الكرامة. يا رب ولادكم يكونوا زيهم وتكونوا زي المحسنين اللي دعموهم. يلا بينا.
اليوم اللي جانا فيه حفظة القرآن ثمار تعبهم يوم تكريم جمعية البر والتقوى ليهم. الحفل كان بحضور وتحت رعاية وزارة الأوقاف ومديرية الشؤون الاجتماعية لتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله. بدأنا في الدورة المكثفة في حفظ القرآن الكريم في 60 يوم، بنبدأ نختبر الطلبة في سرعة الحفظ وفي حسن الأداء والقراءة، وبنبدأ ندخلهم في معسكر من 8 صباحا إلى 3 ظهرا مع كل محفظ 10 أولاد ومع كل محفظة 10 بنات، بحيث إن البنت أو الولد يقدر في الفترة دي يحفظ أكبر كم ممكن من القرآن. عدد كبير من الطلاب بمختلف أعمارهم قدروا يحفظوا القرآن بالصبر والمثابرة. بشكر المجمع البر والتقوى المصري اللي هو خلاني أحفظ القرآن الكريم كله وأتمه. وأنا بشكرهم جدا 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 لأنهم تعبوا معانا قوي قوي قوي، وأنا بشكر الشيخ حسن والشيخ حماد جدا 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 لأنهم فعلا تعبوا معانا جدا. كنت بحفظ في جمعية البر والتقوى، وأنا بشكرهم على المجهود اللي هم بذلوه عشان يخلونا نحفظ. مفيش لحظة أجمل من إنك تشوف ابنك قدامك بيختم كتاب الله، بالتأكيد مفيش خير أكتر من كده تقدر تزرعه فيه. نشكر القائمين على هذا العمل، الشيخ حسن يجزيه الله خير الجزاء، المحفظ والرئيس مجلس الإدارة الشيخ عماد عوض، والقائمين جميعا من محفظين ومحافظات، ونشكر لله تبارك وتعالى على أن أتم على أولادنا هذا الحفظ. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. حديث شريف أخذوا أهالي حفظة القرآن منهج لأولادهم، طمعانين في كرم الله في الدنيا وأجره الكبير في الآخرة. حاجة تشرح القلب، حاجة تسعد القلوب، تفرح. بالله عليك اللي بتشوفينا دلوقتي واللي بتشوفنا دلوقتي، مش نفسك ان ابنك يكون خاتم كتاب الله؟ طب ابنك كبر وما عادش ينفع بقى، ما عادش فاضي، طب مش نفسك تكون السبب في تحفيظ حد زي دولة لكتاب الله؟ احنا استمعنا في الحفلة، في بداية الحفلة، لطفل من الأطفال ديت وهو بيقرأ في الافتتاح. بصراحة أنا بكيت من شدة حسن صوته، وكان نفسي نزعلكوا حتة منه كده. طفل من الأطفال اللي انتوا رعتوهم، يا رب يبارك في أولاد في أبائه، ويبارك فيه ويبارك في كل اللي ختموا كتاب ربنا. بكرر شكري لكل اللي وقفوا جنبنا عشان نخرج العدد ده للمرة التالتة على التوالي. ختموا كتاب ربنا، جزء منهم راجع كتاب ربنا، ناس تعبت، ناس ضحت، ناس جابت أكل لهم، لأن بيقعدوا من 8 لغاية الساعة 3. حاجة تشرح القلب بصراحة. إن شاء الله السنة الجاية أنا طمعان أقدم لمصر 500 حافظ لكتاب الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل، بلا أي انتماءات إلا للوطن ولله، بلا أي تحزب لأي حزب إلا لله وللوطن فقط لا غير. مشاهدينا الكرام، يوم القيامة ينادي الملك على حافظ القرآن فيقول له اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية. مشاهدي الكرام، بقرر تاني تنويه لأبائنا وأحبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. حفظوا أبناءكم القرآن، علموهم تفسير القرآن، علموهم أن بعد العمل وبعد الدنيا لقاء بين يدي الملك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أحبابنا الكرام، تعالوا نشوف نموذج مع بعض في محافظة بني سويف، نموذج مكان أنتوا بنتوه أو إحدى المحسنات بنته بالكامل على 1200 متر. المكان ده في مسجد كبير، في مصلى نساء، في مكتب تحفيظ قرآن صيفا وشتاء، في مكان للتعليم، في مستشفى خيري. تعالوا نشوف النموذج ده ونرجع عليكم تاني. لما توصل لقرية شنرة بمركز الفشن محافظة بني سويف، جايز يلفت انتباهك مسجد كبير، لكن مجرد ما تقرب للمسجد
صوت الأطفال وهم بيقروا القرآن أكيد هتقف عنده كتير، لكن لما تدخل جوه المسجد وتتابع المصلين هتقول إن ده أمر طبيعي، إلا إن الأدوار العليا فيها مدرسة لتحفيظ القرآن، ودي أكتر نقطة مضيئة في المكان. كل المدرسين الحمد لله رب العالمين معاهم معهد القراءات، واللي معاهم شهادة التخصص في القراءة بيدرسوا بطريقة نور البيان وفتح الرحمن. كثافة المدرسة 650، ونظرا لأن المكان لا يتسع أو لا يسع لأكثر من هذا العدد، فإن إحنا يعني مش قادرين نقبل تلاميذ تاني إلا إذا إن شاء الله أنشأنا الدور العلوي التاني. أولاد وبنات القرية اللي جم للمدرسة يتعلموا القرآن، أولياء أمورهم كانوا حريصين يجيبوا أولادهم للمدرسة دي تحديداً، اللي بتختلف كتير عن غيرها من مدارس تحفيظ القرآن. لما افتتح المجمع وشفت فيه نماذج، أنا جبت عندي هنا أو أربع أولاد، أولادي أنا ما شاء الله، يعني حاجة حلوة. عندي ولاد أخويا برضو جئتهم هنا ما شاء الله، يعني حاجة فوق الوصف. يعني في المجمع أولاد بيقرأ قراية سليمة، أحكام حلوة، معاني القرآن، أعلم الأولاد كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يقرأ القرآن. التدريس هنا مش مقتصر على القرآن، لكن ده منهج موضوع كل أعضاء هيئة التدريس اللي تأهلوا على أعلى مستوى ملتزمين به. بندرس للأطفال من أول الحروف طبعا في فتح الرحمن لحد ما يخلصوا فتح الرحمن، وبعد ما يخلصوا فتح الرحمن طبعا بنبدأ معهم بالقرآن بالتجويد واحدة واحدة. أعمار مختلفة، المشترك ما بينهم إنهم نجحوا في وقت قليل إنهم يحفظوا كتاب الله. جيت من المجمع هنا من سنة. المجمع ده ساعدني إن أنا أحفظ القرآن والكتاب والقراية. أنا حفظت لحد سورة النزعات. الحمد لله قدرت ان انا اختم القران في 3 سنين. خدنا احكام القران للتجويد، وخدنا الاحاديث النبويه التي ادت الى تفسير معنى القران الكريم. مدرسه تحفيظ القران في المجمع ده واللي فيه منه كتير انشاتهم جمعيه البر والتقوى، بتطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. مشاهدينا الكرام، نفسي في كل مكان من الـ 73 مجمع اللي قامت الجمعية ببنائها على أيديكم يبقى كده، يبقى مسجد، مكان لتحفيظ القرآن، مستشفى خيري للفقراء والمساكين، مكان لتعليم القرية بالكامل القراءة والكتابة. ويا رب ينجح المشروع ده، وهي دي النواة اللي بنقول اللي من بنى لله بيتا في الأرض إلا بنى الله له مسجدا، إلا بنى الله قصرا، بنى الله له قصرا في الجنة ولو كمفحص قطاه. خلي بالك معايا، تعالوا بقى نسيب تحفيظ القرآن الكريم. حلمي وحلمكم إن احنا نخلي شعب مصر المسلمين اللي فيهم أبنائهم حافظين كتاب ربنا عز وجل، كده مش هنلاقي فيهم لا مدمن مخدرات ولا حد بيعاكس بنات ولا حد بيخرف في البلد ولا حاجة خالص. مشاهدي الكرام، تعال نشوف نموذج للصدقة الجارية التانية، حاجة بقى من الحاجات الجميلة اللي انتوا بتحبوها كلكم، واللي الناس بتقول لنا هو انتوا ليه ما بتعرضوش أسماء الناس اللي اتبرعت؟ بقول لكم ان شاء الله هنعرض الاسماء مرة تانية، لكن كل واحد له بيره اللي اتبرع بيه وموجود على اسمه الرخامة بتاعته. تعالوا بينا نشوف نموذج من ابار سيناء الحبيبة ونرجع ليكم تاني. اول حاجة بنفكر فيها واحنا في الصحراء هي المية، والسؤال اللي بيجي في بالنا الناس اللي هنا عايشين ازاي؟ البير اللي اتعمل ما كانش البير الاول ومش هيكون البير الاخير، لكن كان كفيل يحول همومهم لفرحة وسعادة. كثر خيركم والعافية، الله يكرمكم يا شيخة، وانت ساعدتونا في ماتور وساعدتونا في خزنات، الله يكرمكم يا شيخة ويستركم. حياة الناس دي مش هتتغير ببير، لكنهم محتاجين الأكتر واللي هتقدروا عليه علشان يعيشوا حياة كريمة. احنا طبعا في حتة صحراء جرداء فيش لا مية ولا كهرباء ولا طريق واصلها ولا اي حاجة، فاحنا نحتاج مساعدة منكم. عرفت ازاي؟ اللي تقدروا عليه، باللي تقدروا عليه، ماتور ميه، كهرباء،
بيت المحتاجين مساعدة، وشايفين بعينكم عشش كلها، وشايفين عيال كيف ازاي، واحنا بكلب عشش وميه نشرب ميه نشربك. الله نشكركم على السؤال. الشكر والدعوة أصدق حاجة هتقعد لك في حياتك من الناس دي، ويمكن كمان تكون مفتاح الفرج اللي مستنيه. شفتم؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بحبك والله، وما عملناش البرنامج ده ولا تحركنا في إنشاء جمعية البر والتقوى من سنة 2007 لغاية دلوقتي إلا عشان بنحبكم. أنا كداعية بقول لحضرتك إن أنت مهما عشت ومهما عملت ومهما على جاهك وسلطانك ومهما أذنبت أو قطعت، في الآخر في كتاب هيتكتب فيه كل حاجة، صوت وصورة مكتوب ومتصور فيديوهات على أرقى مستوى، ملايكة بتصور كل شيء وربنا مطلع عليك. الكتاب بتاعك يا إما صفحة حسنات يا إما صفحة سيئات، هتشوفه لحظة ما تيجي تموت. خلي بالك الكلام ده أنا بقوله لك، ده حقائق وموجودة في الكتاب والسنة، خلي بالك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. كتابك هتشوف يوم القيامة، ربنا يقول لك إيه بقى؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ يا عم كتابك، شوف بقى حسب نفسك. انا بقول لك اهو احذر. لذلك الايه المشركين والناس الظلمه والناس اللي عصته الايه، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. صفحه الحسنات لازم تملاها وتراجعها كل يوم، لان هي دي اللي هتخليك تنطق كلمه التوحيد وانت بتموت، هي دي اللي هتنجيك من عذاب القبر، هي دي اللي هتنجيك من الوقوف بين ايدين الملك وتلقى في جهنم يقول لك لا فليدخل الجنه، ادخلوها بسلام امنين. خلي بالك معايا. طب املى ايه الحسنات اللي عندي؟ اصل خلي بالك برضو ليه لازم املى حسنات؟ لان اذا رجحت كفه الحسنات يوم القيامه ضمنت الجنه ورضا ربنا، خلاص ابشر. ولان الحسنه تمحو عنك 10 سيئات، فلازم تكتر من الحسنات. من ضمن الحسنات بقى اللي حضرتك لازم تكتر منها اللي احنا بندلك عليه، اعظم الحسنات اعظم الحاجات اللي بتخليك توصل لمرحله ان ربنا يحبك انك تنفع الناس. خلي بالك معايا، تنفع الناس. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم للناس. طب انا انفع الناس ازاي؟ احسن حاجة تنفع بها الناس بتشوف الناس اللي بيوتها زي بيت الحالة اللي عرضناها اللي هي انعام وبشر، تمام؟ الحالة دي هد بيتها وبنقولها. ما اقدرش يا عم الشيخ. لا تقدر، تقدر والله، مش بقولك اعمله لوحدك، تقدر مع اصحابك زي ما بنلم بعض ونروح نتفرج على الماتشات وندفع التذكرة ب 300 جنيه، نقدر نعمل جروب على الفيس مع بعض كده اسمه جروب الخير، ونلم من بعض ونطلع واحد منكم يسافر لانعام وبش، شوف الحاله بنفسه ويجيب اللودر يحاسبه ويهد البيت ويحاسب، ويجيب الطوب والاسمنت والرمل ويحاسب، او مندوبنا يبقى واقف معاه يساعده في الكلام ده كله ويساعد. هي دي الحاجه اللي تقربك قوي من ربنا، وهي دي اللي تثقل ميزان حسناتك يوم القيامه. أنعام وبشر تشوفوهم تاني جايز ما شفتهمش. يلا بينا. تسع أفراد زود عددهم بعض الحاجات اللي مرافقاهم ما بتسيبهمش واللي خلت كل الكلام عنهم وجع. يمكن أول حاجة كانت سبب في وجعهم مقولة اتحققت فيهم، وهي الدين مزلة بالنهار وهم بالليل. صاحبين قرض ونديه وجبنا بيها دفع شوشاع نساعد فيها، ما لقيناش عايز يساعد فيها جوزي، ما لقيناش فيها، خسرنا فيها وقعدت الفلوس علينا والله على رقبتنا، عم يطالبوا فينا على طول، عم يطيروا انه يطالبوا فينا
واحنا ظروفنا على قدنا، كنا نقبض جوزي كان يقبض الاول شالوه مني، وانا برضو كنت اقبض شالوه مني. انعام وبشير واسرتهم زود همومهم وصعب المهمه عليهم مرض رب الاسره اللي كان عمود الخيمه، فالمرض خلاه لا حول لي ولا قوه. كنت يعني شغال ماشي الحركه في الاول، بس جاء موضوع الغسيل والله تعبت فيه، وبعتهم اخذ شويه، قالوا عايزين جهاز نركبه ب 7000 زي ما انت شايف، والله بعت الذهب بتاع المره وركبت الجهاز عشان اغسل بيه. وحاليا من يوم موضوع الغسيل والله ما اقدر على اي شغل، قاعد نايم على في البيت على طول. والحته الثانيه والله العظيم ما عندي اي دخل في البيت، اي دخل ما عنديش، حتى الشؤون انا ما بقبضش من الشؤون، ولا المره بتقبض من الشؤون. واشد الوجع لما يبقى ضناك محتاج لك وانت مش قادر تمد ايدك تساعده، ويزيد مزلتك لما يبقى في طرف ثالث متابع عجزك. معانا بنت والله على الجواز عايزين لها جهاز لي، والله هي جوا العرسان وبرجع على ظروفنا على قد ظروفنا. طب نجيب لها من فين نشحت لها؟ كل ده يكملوا بقايا اللي كان يتسمى زمان بيت، فتفاصيله دلوقتي تخلي الوجع اوجع. زي ما انت شايف المطر والله بينزل علينا على طول يا شيخ، مفتح من جميع النواحي، الحشرات وماخذ حيايب، والله بيحصل يا شيخ، والله اول امبارح كانت العقرب، والله وبالله صدق هذا الكلام. مسحة حزن في عينين الاسره جايز، احتياج وعجز احتمال، لكن الاكيد رضا بقضاء الله وانتظار لفضله الواسع اللي اكيد هيغير حياتهم. صعب قوي ان الراجل يبقى ماشي وبيشتغل ومستور وساكن في البيت ده وحمد ربنا وخلاص، بياكلوا ويشربوا وفجأة يصاب بالفشل الكلوي، يروح يغسل ويتعب ويمشي مسافات بعيدة عشان يروح لأقرب مركز غسيل مجاني تبع الحكومة. العرق بتاعه باظ، فسد من كتر الشكشكة وركوب الجهاز، لازم يتركب له جهاز عشان يغسلوا له منه. يا خبر أبيض، ضحى بكل شيء، وزوجته الأصيلة سابت ولادها، قالت مش مشكلة نموت من الجوع، بعد ذهابها وكل ما تملك في البيت وركبوا له الجهاز، ما عادش حلتهم حاجة. لجأوا لكم، يا ترى هتردوهم ولا هتساعدوهم؟ رسالتنا وصلت، يا ترى قلوبكم حنت؟ يا ترى هتمصمصوا شفايفكم وعينكم تدمع وفي الآخر تقولوا اقلب يا عم، ايه البرنامج الغم ده؟ أنا عرضت اللي عندي وهنتقابل يوم القيامة، هتشوفوا مين اللي اتصل وساعد ومين اللي سخر ومين اللي قال وأنا مالي. مشاهدينا الكرام، الأيام بتدور، النهاردة لك بكرة عليك. بشر كان كويس، النهاردة قاعد بيستنى العطف والإحسان منكم، ناس أصيلة تستحقوا بجد المساعدة. مشاهدينا الكرام، وقتنا خلص، إلى اللقاء في حلقة جديدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.